شايفين يا اخوان الفريمات يعني من 80 ل 120 100 زي هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال شو الاخبار؟ واليوم الشباب رجعت لكم فيديو جديد، وبهذا الفيديو راح اشرح لكم عن برامج بتحسن اداء المعالج، وبنفس الوقت يا اخوان راح ترفع الفريمات من 40 فريم ل 120 فريم، وكمان راح نحل مشكله اللاج للي عندهم لاج. اول شيء نيجي عند هذا البرنامج اللي هو بارك كنترولر، نفتحه يا اخوان هيك. تمام يا اخوان، هسه في ناس راح تسال شو وظيفه هذا البرنامج. وظيفته هذا بحسن اداء المعالج، وبعطيك يعني لاقصى حد، يعني فهمت علي؟ تمام. هسه اول اشي بتروح عند الخان اللي فوق، هسه هي اعتقد تكون عندكم يا اداء عالي يا متوازن. هسه انت راح تحطوا هذا الخيار الاول، اوكي تمام. بعديها بتيجي عند هذول الخانات، في اشي عندك راح يكون الخيار الاول، لا بتحطه على الخيار الثاني ديسبلت. تمام. بعديها تفتح تروح عند هذا الخيار، بس عليه تأكد يا اخوان انهم كلهم 100. تمام، تحطهم كلهم 100 وبس تخلص بتحط هذا الخيار. تمام. بعديها بتيجي هان هاي، شايفين يا اخوان باور، تروح عند هذا الخيار، خيار الباور، تكبس عليه. هسه هون يا شباب عند الاغلب راح تكون يا اداء عالي يا متوازن، برضه بتحطوا هذا الخيار. تمام. هي بعديها بتيجي هون تكبس تغيير اعدادات المخطط، هاي راح تكون عندنا 15 دقيقه، حطها ابدا، كله نيفر يا اخوان. اوكي. بعديها بتروح عند هذا الخيار. اوكي. هسه عند هذا الخيار هون بتحطها اقل رقم اللي هو صفر. بعديها انت عند انترنت اكسبلور تكبس هون زائد، بعديها تردد مؤقت، بعديها عند الاعداد هذا تكبس عليه وتحطها الحد الاقصى للاداء. تمام. وبس تخلص بتحط موافق، خلص اوكي. هاي خلصنا من هاي، وتنسوش يا اخوان تحطوا هاي، بعديها حط اوكي. تمام. تمام اوكي يا اخوان، خلصنا من هذا البرنامج، خلص نحطه على جنب. هسه البرنامج الثاني يا اخوان، هذا البرنامج. طيب يا اخوان بتيجي بتكبس كليك يمين، بعديها بتحط تشغيل كمسؤول. تمام يا اخوان. هسه بس تيجي عندك هاي الواجهه، هاي بتكون بتحطها انيبل، اوكي، واللي جنبها كمان انيبل، وبس هيك اخوان هاي القصه. هاي كمان يا اخوان بتحسن المعالج، بتخليه يعمل باعلى طاقته. تمام. خلص بعديها بتحط اكس، تطلع من البرنامج هاي. اوكي يا اخوان، هسه انا خلصنا من البرنامجين، هذول البرامج اللي بتحسن اداء المعالج خلصنا منهم. تمام. هسه في عندكم هذا البرنامج، هذا البرنامج تاع الرام، تكبس عليه تفتحه زي هيك. طبعا كمان هذا البرنامج تاع الرامات بحسن اداء الرامات. تمام. الشغلات يعني الزياده بسكرها، وتحط محو الذاكره. شوف يعني هسه انا عندي كانت 33، شوف قديش بنزل قدام الرام، يعني شوفوا يا اخوان نزل ل 16، من 33 ل 16، فهذا مفيد كثير يا اخوان للي الرام عندهم قليل، يعني 8 رام واقل. خلص خلصنا من هيك، نطفي البرنامج هذا. وهيك خلصنا هذول البرامج تبع المعالج والرام. طبعا هذول تبع المعالج هيك يعني بتحسن اداء الجهاز تاعك، حتى انت راح تلاحظ في فرق كبير. هسه يا اخوان الاشي الاخير اللي هو اللعبه يا اخوان، كيف نرفع الفريمات فيها. اول اشي يا شباب بتعمل كليك يمين على الشاشه، بعدها بتروح اعدادات العرض. تمام. وبتنزل اخر اشي وبتحط اعدادات الرسومات، تيجي عندك هاي الخيارات، بتحط هون عند استعراض، وبتروح للمكان اللي هو بيكون بالسي اعتقد المحاكي نفسه، بتروح عند السي، بعديها بتروح عند بروجرام فايل، تكبس عليها هيك، بتروح وين؟ بتدور على بلوستاكس، هاي بلوستاكس. تمام يا اخوان، هسه بتيجي هون تحط هاي بلوستاكس، تحطها اضافه، انا نضيفها زي هيك، بعدها بتكبس عليها وبتحط خيارات، بتكون عندك السماح للويندوز بالتحديد، تحطها لا اداء عالي على الكارت جرافيك. تمام. بعدها بتحط حفظ هيك. تمام. هي اول شيء يا اخوان. هسه بعديها نشغل اللعبه. اوكي يا اخوان، هسه بنشغل البرنامج الاخير مع المحاكي. تمام. بعدها بتروح تفتح هون عند المحاكي، وبتروح عند السيتنج او الاعدادات، تيجي وين؟ عند خيار الفريمات او الاف بي اس، وبتحطهم على 90 بالضبط، 90، يلا يلا 90. بعدها بتحط حفظ. اوكي يا اخوان، لحد الان تمام الامور. وهسه بتروح على البرنامج وبتحط ايقاف كلي، استنى شوي لحد ما يتسكر. تمام. بعدها بتحط تشغيل. طبعا انا قبل ما اعمل كل هاي الخطوات كانت الفريمات عندي من 40 ل 50، فهسه بفرجيكم قديش راح تصير الفريمات. واحنا بنشغل اللعبه بنروح على السيتنج او الاعدادات، وبترجع ترفع الفريمات على اخر شيء على 240 فريم، تحط حفظ وخلص هذا البرنامج بتسكره. تمام. اوكي، خلينا هسه نتخطى الاعلانات، لان الاعلانات بتنزل الفريمات كثير. او ذئب وحيد، شايفين يا اخوان الفريمات يعني من 80 ل 120، 100 زي هيك. يعني كثير تحسن، تحسس حتى السلاسل باللعبه.
غير هيك انا قاعد بصور يعني بنفس الوقت. اوكي يا اخوان، نسيت اقول لكم انه لازم تطفوا جهازكم، ضروري بس تعملوا كل هاي الخطوات، تطفوا جهازكم ترجعوا تضوه. تمام، هسه تذكرت، منيح اني تذكرت. المهم ما علينا يا اخوان، لهون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى يكون عجبكم، وبتمنى تدعموني بلايك يا اخوان، لاني بتعب كثير على الفيديوهات اخر فترة، فبدي دعمكم هاي الفترة لايك واشتراك، واي مشكلة عندك اكتب ليها بالتعليقات عادي بعمل عليها شرح. ماشي يا اخوان، ويلا نلقاكم في فيديو قادم، مع السلامة.